مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. أصدر محمد جواني أغنية جديدة بعنوان بدك تعرفي، حيث شاركت بالفيديو كليب صديقته مريم، والأغنية هي السر وراء الصور اللي شاركها محمد جواني على حسابه على انستغرام، وطلع مو زواج ولا خطوبة ولا حتى مقلب. توقعتوا أنه حتكون أغنية أو لا؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات، وما رأيكم كمان بأغنية جواني والفيديو كليب؟ سلسلة زواج أو حقيقة زواج بيسان وويسام تيكت لساتها متواصلة، وتحقيقات الجمهور عم بتزيد يوم بعد يوم أو حتى فيديو بعد فيديو. فشارك اليوم الفريق فيديو ردة فعلهم على خبر عرس بيسان وويسام، وكانت ردة فعلهم غير متوقعة، إلا أن السلسلة لساتها متواصلة. فشارك ويسام مقطع بآخر الفيديو كتشويق لفيديو يوم السبت المقبل. شو رأيكم بالموضوع؟ اكتبوا لنا كل رأيكم بالتفصيل بخانة التعليقات. كشفت نارين بيوتي عن بعض الحقائق عن أغنيتها الجديدة اللي رح تصدرها قريبا، حيث صرحت نارين أن الأغنية حتكون حزينة ومكتئبة، وأنها رح تنزل الأغنية بالشهر المقبل. غنية ديبرست غنية نكد مليون بس نكد ألف بس نكد حقيقي بس نكد حقيقي والله أنا لك تعرفوا إذا بتسمعوا لها بتحسوا فيها لأنه بتكون اللي صارت معكم. أما أنس وأصالة فتكلموا عن احتمال بقائهم بكاليفورنيا أو نقلهم لمكان ثاني بآخر فيديو على قناتهم، ورح يتخذون القرار على حسب وضع أصالة والمولود الجديد بعد فترة. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.